لذلك لما كان وقف أمامكم السيد رئيس الحكومة فهي بصفة نائب الأمة يسائل السيد رئيس الحكومة. لا نختلف كأشخاص، ولكن نختلف عندما يتم المساس بقوة المواطن وجيب المواطن ومائدة المواطن وكرامة المواطن. سهل جدا السيد رئيس الحكومة نصفقوا عليك، ولكن كما كيصفقوا عليك الاغلبيه ديالكم، ولكن حنا كنبغيو اكثر منهم. علاش؟ لان حنا نسعى باش يصفقوا عليك المغاربه وانت غادي في الشارع، نسعى فاش تكون في السياره ديالك تهبط الشرجم يشوف المغاربه ويبتسموا في وجهك. هذا هو هذا هو هذا هو. تفضل السي محمد سيوزي. شكرا. غريب، اول مره في تاريخ المغرب ربما كنشوف نواب الامه عوض انهم يرافعوا على الشعب المقهور ولاو تحولوا كلهم الوزراء باش يدافعوا على الحكومه. راه الشعب اللي صوت عليكم ورافعوا على الشعب وغوتوا على الشعب اللي جابكم لهنا، راكم قلبتوا الموازير تقلبات عندكم السيد رئيس.